السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا أو في القناة الأولى في حلقة أخرى من برنامجكم التفاعلي كوفيد 19. عندي سؤال اليوم كيتعلق بمسؤولية المواطن في كسب تحديات التخفيف من الحجر الصحي. فمن بعد 3 ديال الأشهر من الحجر الصحي الحياة بدأت كتسترجع الإيقاع ديالها الطبيعي منذ يوم الخميس الفارط في المناطق اللي شملتها الإجراءات والتدابير الخاصة بالمرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي اللي قررتها السلطات العمومية. العودة التدريجية للحياة الطبيعية تجلت على عدة مستويات، بالخصوص استئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية التي كانت متوقفة، خروج المواطنين إلى الفضاءات العمومية والحدائق، استئناف حركة النقل بين المدن، حركة النقل السككي، استئناف الرحلات الجوية الداخلية وغير ذلك. لكن تخفيف الحجر الصحي لا يجب أن ينسينا المسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منا لإنجاح هذا المخطط من خلال مواصلة الالتزام الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية. ولمناقشة هذا الموضوع والإجابة على تساؤلاتكم يحضر معنا في حلقة اليوم السيد يوسف الشفوعي، فاعل جمعوي ورئيس جمعية أمل سلا لتكوين وتأهيل الشباب. مرحبا بكم سي شفوعي. وفي البداية الآن نحن كنعيش واحد الظرفية اللي هي دقيقة وحساسة، حققنا مجموعة من المكاسب في معركتنا ضد وباء كوفيد، ولكن خصنا نحافظوا على هذه المكاسب. شنو المسؤولية الملقاة على عاتق المواطن في هذا الإطار؟ شكرا على الاستضافة وشكرا على هذا البرنامج الرائع اللي كان واحد النافذة للمواطن المغربي باش ينقل التساؤلات ديالو والهموم ديالو على الوضعية اللي كيعيشها في ظل هذه الجائحة. شكرا. فعلا أن المواطن اليوم كنظن بعد 3 شهور ديال الحجر الصحي والطوارئ الصحية وحنا دابا في مرحلة التخفيف والإجراءات التخفيف الأولية، عندنا واحد المسؤولية مشتركة. غير البارح والبارح والأسابيع الفايتة كانت المسؤولية ملقاة على عاتق الأطقم الطبية، الأطقم الأمنية، الصحافة لنقل المعلومة، وكانت التوعية، المجتمع المدني كيدور كيوعي الناس. إذا كانوا مجموعة من الإجراءات اللي كان الآخر هو اللي كيديرها وحنا في ديورنا وجالسين وكنقولوا أودي راه حنا دايرين الحجر الصحي وكنتسناو شنو الجديد. اليوم الكرة أولادات انتقلت لملعب المواطن. نعم. هذا المواطن اليوم هو ولات شروط جديدة للتخفيف، عنده الحق يخرج، عنده الحق أنه يرجع للخدمة ديالو، يستأنف الأنشطة ديالو، محلات حلو، المجازات، الملاعب، الفضاءات العمومية، النقل العمومي وبشروط اللي حددتها السلطات. إذا الكرة تلاحت في الملعب ديال المواطن. واش كورونا سالت في المغرب؟ لا، مازال ما سالش. الفيروس مازال عايش، مازال الفيروس معنا، مازال احتياطات، مازال كنسمعوا ان بعض المدن باقيين في منطقه جوج لان باقي ما تخفوش عليهم القيود لان عندهم الحالات، مازال كنسمعوا الحالات. اذا اليوم هي هذا التخفيف الجزئي والتدريجي خصو واحد الوقت، ولكن الفيروس كاين معنا وخصنا نكونوا واعيين بمجموعه ديال الضوابط حنا كمواطنين. اليوم دابا من البارح من 24 الى يومنا هذا الى الايام القادمه ولات المسؤوليه عندنا احنا كمواطن. نعم. راه ما يمكنش غدا ولا غدا ونجيو نبقاو نلومو ونقولوا اودي راه حنا اللي كان خصهم يقولوا لنا. نعم. راه قالوا لنا 3 شهور هما كيقولوا لنا. نعم. راه 3 شهور وحنا كنتوعوا، 3 شهور وحنا كنسمعوا في نفس الخطاب كيتجدد. نعم. لذلك اليوم المسؤوليه عندنا تنتحملوها كاملين، نساهموا، جا الدور ديالنا باش نبينوا على المواطنه ديالنا ديال بصح وكيفاش نتعاملوا مع هذا الرفع التدريجي ونكونوا مواطنين ونجنبوا روسنا وبلادنا ان شاء الله الاسوء. سي شفوعي، في هذه المرحله كذلك شنو هو الدور ديال المجتمع المدني؟ شنو المسؤوليه الملقاه على عاتق جمعيات المجتمع المدني؟ جمعيات المجتمع المدني هي شريك اساسي للدوله والاجهزه والجميع السلطات في الايام العاديه وفي انجاز برامج التنمويه. اما اليوم وحنا في حاله طوارئ صحيه فهي اصبحت مسؤوليه مضاعفه ومضاعفه جدا. هنا كيبان التاطير ديال بصح، هنا كتبان داك الانتشار
في الوسط السكاني، التأثير ديال المجتمع المدني والجمعيات وكيفاش أنهم تيوصلوا للساكنة في أسرع وقت ممكن باش يتعاونوا مع السلطات من أجل التوعية. إذا المجتمع المدني في المرحلة الأولى كان حاضر وبقوة، ولكن راه ما سالاش المهمة ديالها. نعم. اليوم كتبدا مهمة أخرى، يمكن مسؤولية أكبر الآن. الآن مضاعفة، لأن كان ربما كانوا كيدوروا عندهم بميكروفون ولا يعني مكبرات الصوت يقولوا الناس بقاو في ديوركم. دابا الناس خرجوا، دابا خصنا نبقاو على بال. دابا التواصل مباشر، وكيفاش أننا نقنع هذا الشخص اللي واخا هذه الخدمة ديالو، هذا الطفل اللي خارج يلعب، هذا الأم اللي غادا تتقدى، هذا الأب اللي غادي يداوى راجل كبير، كيفاش أنه يمشي يقضي الغرض ديالو ويجي. نعم. وما يقيس حد، ما يمرض ما يمرض. نعم. فهذا الدور للمجتمع المدني اليوم مضاعف، ومسؤولية مضاعفة في التوعية وفي المواكبة الناس في هذا الخروج التدريجي. نعم. وهذه هي الخصوصية ديال المرحلة. نعم. سيد شفوعي، بخصوص محور الحلقة ديال اليوم، كما العادة توصلنا بمجموعة من تساؤلات ديال المواطنين والمواطنات من مشاهدينا حول هذه المرحلة والمسؤولية الملقاة على عاتق المواطن في كسب تحديات تخفيف الحجر الصحي. نتعرفوا معكم على هذه التساؤلات ونرجعوا مشاهدينا لتقديم الإجابات. اليوم بعد هذا التخفيف من الحجر الصحي، احنا جميعا مطالبون باش نلتزموا بشروط السلامه الصحيه اللي كتبعوا لها السلطات، والسؤال المطروح هنا هو كيفاش يمكن يكون عندنا وعي جماعي كمواطنين باش نخرطوا في هذه الاجراءات ونتمكنوا من محاصره الفيروس. القيم المجتمعيه ضروريه في هذه الظرفيه ديال كورونا، خاص المواطن يكون مسؤول وواعي وتكون فيه المواطنه الحقه. فكيفاش ممكن نشجعوا ونقويوا هذه القيم في وسط المجتمع ديالنا؟ كيف كنعرفوا ان الحمد لله بلادنا دارت بزاف ديال التدابير اللي هي استباقيه باش تحارب الوباء كورونا، والحمد لله بلادنا حققت بزاف ديال المكتسبات. السؤال هو كيفاش نحافظوا على هذه المكتسبات هذو وفي نفس الوقت نتجنبوا نتراجعوا اللور. في التاريخ المجتمع المغربي معروف بالتضامن وكاع القيم الانسانيه النبيله، وحنا في هذه المرحله من تدبير جائحه كورونا اللي الدوله دارت فيها مجهودات جباره، والكرة اليوم في ملعب مواطن اللي خاص يلتزموا بالتدابير الاحترازية. واش ممكن المجتمع المدني يساهم في هذه المسألة؟ بعد تخفيف الحجر الصحي لدي تساؤل حول الإجراءات الاحترازية داخل فضاءات العمل وأماكن العمل، وشنو الدور ديال المواطن في هذه المرحلة؟ الفضاءات العمومية هاد الأيام كتعرف إقبال كبير من طرف المواطنين لشنا هي التدابير الوقائية اللي لازم يديروها المواطنين باش يضمنوا بها السلامة ديال الجميع. كما نعلم أن الرفع التدريجي للحجر الصحي يتزامن مع فصل الصيف، هنا عندي سؤال سأقسمه لشقين. بالنسبة للشق الأول، كيفاش خصنا نديرو باش نمشيو للبحر؟ والسؤال الثاني، كيفاش نحرصو على الالتزام بالتدابير الوقائية؟ بعد ما تم تخفيف الاجراءات ديال الحجر الصحي، كيفاش ممكن نلتزموا بالاجراءات ديال التباعد الاجتماعي خاصه مع هذا السحام اللي كيكون في الاماكن العموميه؟ بغيت نسول ولا نعرف شنو هي الاحتياطات اللازمه من بعد ما حلوا النوادي الرياضيه من جديد؟ كيفاش يمكن الحصول على الوقايه من خطر الاصابه بفيروس اثناء السباحه؟ إذن كانت هذه مجموعة من تساؤلاتكم مشاهدينا اللي توصلنا بها عبر تطبيق واتساب وعبر صفحة الأولى على فيسبوك وإنستغرام. أستاذ شفوعي، نبدأ بسؤال اللي طرحه أحد المواطنين، كيفاش نتجنبوا أي تراجع إلى الوراء في المعركة ضد كوفيد 19؟ وأسئلة كتنم على أن كاين واحد الشغف وفرحانين باش نخرجوا، ولكن في نفس الوقت كيفاش يكون هذا الخروج؟ نعم. كيفاش ندبروه وما نتراجعوش؟ لان ما يمكنش نقبلوا انه راه وقعوا عندنا تسمى بؤر في الاحياء ولا بؤر في الاسواق ولا شي حاجه، هذه ما يمكنش نقبلوها. لذلك المعادله بسيطه عندنا احنا كمواطنين، بسيطه بزاف، هو التعليمات والصحه. دابا الحمد لله يعني التعليمات ديال الصحه والسلامه اللي عطيها وزاره الصحه واللي عطيها السلطات باينين واضحين. نعم. ارتداء الكمامه، التباعد الاجتماعي، ديما نخلي بيني وبين السيد اللي قدامي ولا اللي مورايا واحد المترو ولا جوج مترو على حساب الوضعيه اللي انا فيها، ما نخرجش الا للضروره. نعم. هذيك المشي والمجي الزايد ما كاين لاش، كنظن ان 3 شهور كافيه اننا تعلمنا بزاف ديال الدروس في حياتنا
وان ذاك الخروج الزايد تجمعات زايده لا داعي لها. نقدر نستثمرها في حياتي ونقرا كتاب ولا ندير شي حاجه اللي تفيدني واللي تفيد المستقبل ديالي، خصوصا هذه رساله للشباب. لذلك فالتباعد الاجتماعي وتعليمات الصحه والسلامه والنظافه كذلك كيفيه النظافه والنظافه المتكرره خلال اليوم، كلها هذه يمكن انها تجنبنا هذا العدوى وانتقال العدوى بيناتنا. ولكن مع ذلك ان الضروره خصنا نلقاو ان الا ما تعلمناش اننا نخرجوا للضروره واننا نقضيو مصالحنا للضروره، فكنظن ان الخلل فينا احنا كمواطنين وما تعلمناش بزاف ديال الدروس. لذلك المواطن اليوم خصو يكون واعي الى غادي يمشي يقضي واحد الغرض في الاداره، علاش غادي ندي معايا اصحابي، خصوصا هنا الطلبه والشباب اللي غادي يمشيو عندهم مصالح اداريه ولا 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 اللي عنده ضروره ولا تجمعوا عليه مجموعه الوثائق، يلا ونسني نمشي نقضي واحد الغرض، ما بقاتش هذه القضيه. سير بوحدك قضي الغرض ديالك ورجع في حالك. وبالنسبه للفضاءات العموميه كنظن راه عندنا النهار كله كان حجر، كان واحد الوقت، دابا الان مفتوح، علاش غادي نتفقوا كاملين ولاد الحومه نخرجوا نمشيو نلعبوا؟ كل دبر انا الوقت ديالي في الوقيته اللي مرتاح ونشوف بلاصه خاويه والفضاء خاوي ونمشي على اساس انني ندير الرياضه الماشي. وراه كل شيء بالتدريج، راه السلطات العموميه دارت تخفيف تدريجي، اذا حتى الحياه اليوميه والعوده لها خصها تكون تدريجيا، راه ما يمكنش نخرج كل نهار ندير رياضه. هذه راه صحيا، وهنا الناس الصحه عندهم ما يقولوا في هذا الموضوع. لذلك ما يمكنش نمشي غادي نقضي اللي تاخر في ثلاث شهور نقضيه في نهار ونجمعوا نديروا كارثه صحيه بلا معنى. صحيح. لذلك اليوم خصنا نكونوا واعيين بهذه الظرفيه وندبروا حياتنا بالتدرج وبتسلسل وبالتي هي احسن كما كنقول. نعم. سؤال اخر، كيفاش يمكن يكون عندنا وعي جماعي كمواطنين باش نخرطوا في هذه الاجراءات ونتمكنوا من محاصره الفيروس؟ الوعي الجماعي هو هذه الفتره ديال الحجر الصحي والتعبئه اللي شفناها، حنا كنا جالسين واحد العدد ديال الناس اللي كنا كنشوفوهم هما خدامين. الاعلام العمومي الله يكثر خيرهم اللي داروا واحد المجهودات جباره جدا باش توصلنا المعلومه حتى لديورنا. الناس الخدامين، النظافه، الامن، الصحه، المحلات القرب، البقاله، جميع المهن اللي خدمت وحنا جالسين في ديورنا ما توقفوش. هادو ما توقفوش، فعيب من العيب وحشومه بزاف ان هاد الناس هادو ثلاث شهور وما خارجين ومخليين ولادهم. وكنعرفوا في حومتنا ان جارنا راه في الامن، واحد بنت جيرانا راه في طبيبه ولا فرمليه، واحد خدام في النظافه، واحد هاد الناس هادو الى حشومه عيب اننا نردوا لهم الجميل اللي احنا جالسين وما خدامين، اننا ندبروا عشوائيا الخروج ديالنا وندير واحد التراجع ولا ندير واحد النكسه ونرجعوهم للوضعيه انهم يرجعوا للسبيطارات ويرجعوا لخدامهم بتهور منا. لذلك المسؤوليه اليوم مشتركه، واحسن باش نشكروا هاد الناس هو اننا نلتزموا بالتعليمات وبالتدرج في الخروج. نعم. هذه الفتره هذه هي فتره تقريبا انتهى الموسم الدراسي وفتره الصيف، كاين سؤال ديال المشاهدين، الاجراءات الوقائيه في الشواطئ. الاجراءات الوقائيه في الشواطئ، احنا كنعرفوا ان البحر والمتعه ديالو ما كتوازيهاش شي حاجه اخرى، وخصوصا لدى فئه الشباب والاطفال وهذا. والسلطات اليوم وضعت مجموعه من ديال العلامات ديال الصحه والسلامه وديال التشوير وديال انه كيفيه التعامل مع البحر ومع السباحه في هذه الوضعيه الراهنه. هذاك التجمعات الزايده والتجمعات اللي ما عندها حتى معنى، واننا الى ما كناش 15 ولا 20 واحد ولا 30 عاد نمشيو للمسبح ولا البحر باش نعوموا نتجاوزوها. كذلك ملي نكونوا في البحر حقنا اننا نرفعوا على روسنا، ولكن بتباعد الوسائل ديالنا، داك ديال الفوطه، انني الفوطه يمسحوا بها 10 ديال الصحاب بعضياتنا غير مقبوله. كل واحد يستعمل الوسائل ديالو، وكذلك الكمامه انها ضروريه في التواجد ديالنا في اي فضاء عام. فبالتالي ما يمكنش نقول رانا غادي للبحر والماء مالح كما كيقولوا الدراري لا كيقتل الميكروب، شكون قالها لك؟ نعم. حتى المسابيح نفس التعليمات. فبالتالي الضوابط اللي غادي تقوم بها وغادي تخلي راسك دير راسك انت ان كل شيء مريض وانت اللي ما فيكش الفيروس وخايف ينتقل لك، اذا دير الاحتياطات ديالك سواء في البحر سواء في لابيسين
ولا في المسبح، سواء في الشارع، سواء في الإدارة، سواء في السوق. لذلك فالشباب اليوم خصهم يكونوا واعيين بهذه القضية، وذاك الاستهتار وزايد نقص راه كترجع بالندامة. لذلك ما بغيناش نسمعوا أن الشباب مشاو البحر وجاو مرات. حتى بالنسبة لقاعة الرياضة اللي دابا فتحت، قاعة الرياضة كيفاش تيتسألوا على الإجراءات اللي ممكن الإجراءات هو أن السلطة أطرت هذه العملية وسمحت بنسبة ديال الاستغلال ديال 50%. نعم. وتنظيم أوقات الولوج. أن الفضاءات المغلقة عموما اللي كتسير من طرف جمعيات أو من طرف أشخاص خصوصا في المجال الرياضي نسبيا متحكم فيها، لأن خاضعة لواحد الضوابط الصحة والسلامة، والفتح ديالها كان بشروط. لذلك فأنا غير مسموح أنه كل شيء يمشي يدرب في حصة واحدة في ساعة واحدة في واحد الوقت معين. لذلك اليوم المسؤولية الملقاة على المسيرين والمدبرين ديال هذه المراكز من أجل اتخاذ إجراءات، كذلك السماح فقط بنصف الحمولة وتدبير الزمان ديال الرياضي خلال اليوم كله. لأن يعني الحمد لله دابا عندنا من 8 الصباح حتى 12 الليل، اللي بغى راه ما يمكنش، راه يقدر يكونوا سوايع خاويين ويقدر يكون يتم تدبير هذا الزمان. حتى الزبناء خصهم يبقاو من التدبير. الزبناء لا، هما خصهم الا جاوا لقى راسو انه ربما تفرض عليه او لا حس ولا صدفه تلاقى مع واحد المجموعه ديال الناس في نفس الوقت، هو راسو ينسحب ويدير الاحتياطات الراسو. صحيح. هنايا راه هذه المسؤوليه ديالو. سي شفوعي، العوده الى الحياه الطبيعيه غادي تخفف بلا شك من الاثار النفسيه ديال اللي ولدتها جائحه كورونا، ولكن كاين تساؤل تيطرحوه العديد ديال الناس. كاين فئات الان ولو انه تخفف الحجر الصحي ما قدراتش تخرج، مازال عندها ذاك الخوف. دونك كيفاش يمكننا نطمئنوا هذه الفئات هذو؟ فعلا هذا واحد الجائحه كاين نفسيه مجموعه الاسر ولا مجموعه ديال الناس اللي تاثروا نفسيا بهذه الجائحه وبقات ولا عندهم واحد الخوف. نعم. من الخروج ماشي سهله، تنهضروا على 3 شهور وزياده، يعني ماشي سهله ان تجي وتقول له خرج وهو عنده واحد التخوف من الاخر. التدبير ديال هذه المرحله هو مرتبط بالشخص نفسه، وانه خصو يعيش يدير الاحتياطات ديالو ويخرج يقضي المصالح ديالو احترام تام للتعليمات ديال السلطات وديال الاخر. واننا كفانا من التهويل، كفانا من الاخبار الكاذبه، كفانا من مجموعه ديال التشويشات، نعيش حياتنا عادي ولكن بهذه الضوابط اللي وضعت السلطات الصحيه. وهنا كنظن ان العامل النفسي ممارسه بعض الرياضات الخفيفه، المشي او لا دابا الفضاءات العموميه، او لا هذا الواحد شويه يتمشى يخرج يلهي راسو بشي حوايج اللي تخليه ينسى وينتقل تدريجيا من هذه المرحله اللي كانت فيها حجر كلي. نعم. الى مرحله اللي فيها تخفيف جزئي. نعم. كنظن غادي ننجحوا في المرحله ان شاء الله. ان شاء الله. كاين سؤال في اماكن العمل، شنو الدور ديال المواطن في هذه المرحله هذه؟ الدور ديال المواطن كبير، هو ان السلطات والادارات العموميه الان كلها واضعه واحد البروتوكول ولا واحد الترتيبات ديال الصحه والسلامه بملصقات بمعقمات بتشوير باعوان اللي كيعاونوا يقولوا لنا شنو يديروا. اذا الاداره دايره اللي عليها. المواطن اليوم ما خصوش يتنقل الاداره الا الى عنده الغرض، امشي نسول واحد الملف ديالي فين وصل. الحمد لله دابا كاينه التكنولوجيا وكاين وسائط اللي الاداره الرقميه اللي ولات دابا في الهاتف ديالك في التليفون ديالك تقدر تعرف كل شيء. نعم. ما عرفتي شيء كاين الوليدات قارين، كاين ولاد الجيران، كاين يعني بلاصه ما تمشي غير باش تسول على واحد الملف وضعتيه تبعه الكترونيا. نعم. وهنا كاينين وسائط. الا كانت الضروره انني نمشي الاداره نمشي، وفي ظروف ديال الا كان الترونسبور عمومي راه دابا نسبة الملء 50%، حالة ما شت راسي أنني وعندي الوقت ندير الاحتياطات ديالي بان لي راه عمر، علاش غادي نبقى نتزاحم؟ نعم. نشد النوبة ديالي. نعم. كذلك إلا غادي نمشي علاش غادي ندي معايا الجيران كاملين؟ يلاه ونسوني نجيب واحد الورقة ولا نسول ولا نمشي نسول النتيجة في المدرسة ولا نجيب واحد النسخة غادي الإشهاد على النسخ في المقاطعة ولا في شي بلاصة باش نمشي ندفع لواحد الامتحان ولا تسجيل. هذه سلوكات خاطئة. سلوكات خاطئة خصنا نراجعوا راسنا فيها، وأنني أنا المعني بالأمر، أنا اللي نمشي نتنقل قضي الغرض ديالي ونرجع للمحل ديالي بسلام، لأن ندير في حسابي راه خليت أمي وبا، خليت أولا إلا كان عندي وليدات صغار خليتهم. نعم. أولا إذا فهذوك الناس لا ذنب لهم أنهم جالسين في الدار وجبت لهم أنا المرض. نعم.
بالاخير سي شفوعي، حتى الان كاين تلاميذ اللي كيترقبوا الامتحانات ديالهم، شي كلمه شي نصائح اللي ممكن توجهها لهم؟ البكالوريا ماشي هي نهايه العالم، ما هي الا مرحله من مراحل الحياه ديالنا. نعم. الخصوصيه ديال هذا العام هو انه جاوا الجائحه وجاوا في واحد الظروف استثنائيه، ولكن ما خصهاش تاثر عليهم، لان التحدي كما تحداو هذه الجائحه وغادي يتحداو الامتحان. نعم. بنفس الشروط ديال الصحه والسلامات غادي يكونوا، راه الحمد لله الوزاره القطاع المهني قام بجميع الاجراءات مع السلطات لتوفير امين امتحان امين 100%. نعم. ولكن خصهم يتغلبوا على الهاجس النفسي، رجاء انساو كل شيء، ركزوا في امتحانكم باش تحمروا وجهكم وجه والديكم، موراكم والديكم، مرادكم بلادكم. لان البكالوريا وما بعد البكالوريا ما هو الا مرحله لبناء الوطن. نعم. وحنا اليوم كنشوفوا المغاربه كيفاش بعضياتنا اقتنعنا اننا متضامنين. نعم. اننا عندنا العقول، عندنا النوابغ، عندنا الكفاءات، فانتم جزء من هذه الكفاءات اللي محتاجها المغرب تغدى. نعم. لذلك ركزوا في الامتحان باش ان شاء الله تحمروا وجهكم وجه والديكم وجه بلادكم. ونفس النصيحه اللي قلتي سابقا، يتفادوا يتجمعوا ملي يسالي الامتحان، ما يتجمعوش، يمشيو لديرهم باش يعاودوا يوجدوا. قبل ما يساليو الامتحان، ملي تلاقاو، لان ما تلاقاوش 3 شهور ولا اكثر. نعم. ماشي صاحبي راه فعلا توحشتو وما كرهتش نعنقو، ولكن الله غالب. نعم. سلامتي وسلامتو انني نسلم عليه من بعيد ونحترم شروط الصحه والسلامه اللي كاينين، ونهضروا وناخذوا مسافه الامان، ما فيها عيب، ولكن ما نفوتوش التجمع ثلاثه الناس، يعني في الا كان ولا بد ثلاثه نهضروا، ولكن كل واحد يمشي بحاله، نخلي واحد جوج متر بعضياتنا. نعم. باش يكون امتحان امين ونجاح امين، وهذا الشيء. نعم. اللي بغينا، كما نجح المغرب ينجحوا الشباب ديالو، ونجحوا ان شاء الله في محطات مقبله ان شاء الله. ان شاء الله. في الاخير نبغيو نذكروا بواحد الجانب اللي تيتعلق بالاجراءات الاحترازيه، وهو تطبيق وقايتنا. هذا من ثمرات ديال التكنولوجيا، هو اننا التكنولوجيا في خدمه ديال الصحه والسلامه ديالنا. نعم. وقايتنا تطبيق الكتروني رقمي تيسمح لنا اننا نكونوا امنين، وحنا بلا ما نديروا مجهود اضافي واحد اخر. نعم. انك كتانستالي في التليفون ديالك، كتطلق البلوتوث وانت خارج، لا قدر الله جيت تلاقيتي مع شي حد اللي فايت فيه المرض او لا تعاده، فاوتوماتيكمون هنا كتولي معروف، لا قدر الله، ان حتى وزاره الصحه والناس اللي مختصين كيعرفوا كيفاش يوصلوا ليك ويقولوا لك شنو خصك دير وهذا. فبالتالي هذا اجراء سهل بسيط نستعملوه، وانا كنصح ان كل واحد اللي باقي ما داروش يديروا، لانه غادي ينفعوا وفيه سلامته قبل سلامه الغير. نعم. شكرا جزيلا لكم سيد يوسف شفوعي فائل جمعوي ورئيس جمعيه امل سلا لتكوين وتاهيل الشباب، على حضوركم معنا وعلى كل هذه المعطيات القيمه اللي قدمتوا لنا. شكرا لكم مشاهدينا على متابعه هذه الحلقه، والى حلقه مقبله باذن الله، ونبقاو على بال.